أهمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة أسوان أعلنت الموافقة على البدء في تنفيذ مشروع طريق إدفو مرسى علم بطول 10 كيلومتر نظراً لأهمية هذا الطريق الحيوي اللي بيربط بين أكبر المدن السياحية بالغردقة ومرسى علم وإدفو في جذب وتفعيل سياحة اليوم الواحد لزيارة السائحين للمعالم والمزارات السياحية والمناطق الأثرية بتكلفة تقديرية 85 مليون جنيه. قررت محافظة دمياط النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي لمدة شهر إضافي لتبدأ من مواليد 2 نوفمبر 2018 حتى نهاية نوفمبر 2018 تلبية لرغبات أولياء الأمور بالنزول بسن القبول لإلحاق أبنائهم بالتعليم الإلزامي للعام الدراسي الحالي 2024-2025، وده نظراً لوجود أماكن شاغرة بالصف الأول الابتدائي داخل بعض مدارس المرحلة الابتدائية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة. أعلنت محافظة المنيا إن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية بمركز ديرمواس في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين والوصول للقرى والمناطق الأكثر احتياجاً وضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. وتم توقيع الكشف الطبي على 1368 حالة وصرف العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. أعلنت رئاسة مركز ومدينة طلخة بالدقهلية إنه هيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق من قرى طلخة اليوم الجمعة حتى 12 صباحاً نظراً لإجراء أعمال الصيانة بشركة نقل الكهرباء بمحطة محولات غرب طلخة. في القليوبية نظمت جامعة بنها قافلة طبية بقرية ميت الحوفيين بمركز بنها في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان. شارك في القافلة أطباء في تخصصات البطنة العامة والأطفال والعظام وأمراض الجلدية. وتم الكشف على 168 حالة وصرف العلاج مجاناً وتحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الأشعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية. في البحر الأحمر شهدت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة آخر محطتها خلال أكتوبر بقرية أبو رماد بمدينة حلايب، وبدأت في الكشف الطبي على الأهالي على مدار يومين بعد أن انطلقت القوافل العلاجية الشهرية لمبادرة حياة كريمة يوم الجمعة قبل الماضية الموافق 11 من الشهر، وده بقرية أم الحويطات بسفاجة وقضت فيها مدة يومين. اعتمدت محافظة الغربية الأحوزة العمرانية لعدد 21 قرية و115 عزبة لتوقيعها على الطبيعة وبدء العمل فيها، وباعتماد هذه الأحوزة ستنتهي مشكلة الأهالي ببعض المناطق اللي دامت لأعوام، الأمر اللي بيسهل عليهم إنهاء كافة التراخيص الخاصة بها، كما أنه جاري العمل على إنهاء إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة بكافة قرى وعزب مراكز المحافظة تباعاً.